السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو راح أستعرض رسوماتي ل 2020، وفي أشياء اللي هي من زمان. كل مرة راح أعمل، يعني لما أعمل هذا الفيديو أو فيديو رسوماتي أو جولة بين رسوماتي، راح أطلع فيها دفاتر قديمة من زمان. مثلا هذول الدفاتر، هذا يعني قبل سنة، وهذا أيضا قبل سنة، أو يعني في هذه السنة تقريبا بس من زمان. وهذا قبل تقريبا كنت صف كنت في أول سنة كلية، ممكن 2016، وظل معي شوي يعني لبعدها. فراح نستعرض فيها هذول الرسومات غير رسوماتي الجديدة، وممكن مش كلياتها حتى، ولكن حنشوف كديش ممكن يكون معنا وقت. فراح أبدأ بهذا بال 2016. هذا الدفتر أهدتني إياه صاحبتي من أختها، لأني رسمت لها قصة، كنت صف عاشر تقريبا أو 12، والله ناسي كاتبي هنا مين اللي أهدتني إياه وأخت مين. طبعا ما شاء الله تستفتحون يعني الدفتر برسمة من هالنوع، يعني لا كلام عليها. فخلينا نشوف برضو البقية يعني. أوكي، هنا في واحدة، شوف إذا في عنا وحدات. كنت مرات هيك لما أكون زهكاني من الدراسة. هذا دفتر سلطة يعني راح يكون. هتنشوف، شفنا هون إشي، أوكي ماشي حالها نوعا ما يعني. 13/2/2017 كانت هذه. أوكي طيب، هذه كانت تجربة رسم إنسان، كنت بالثانوية بعدني، وكنت فخورة جدا فيها، وهذه أيضا فخورة فيها حتى لحد اليوم. كنت أرسم فيها وأنا رايحة على دروس السياقة، كل مرة شوي كل مرة شوي أضيف عليها زي ما أنتم شايفين بقلم الرصاص. كنت لما أستنى الباص، لما نروح على دروس السواقة، وهاي ممكن برضو بال 2016 يعني ماشي حالها. هتنشوف الدفتر اللي بعده، عندنا هذا الدفتر، دفتر التحرير اللغوي. طيب نكمل. هنا كنت حابة اني اجرب اشي جديد، اسلوب جديد بالرسم ممكن، او هيك ابو النجوم، كثير في شغلات نشوفها بالنجوم. اوكي خلينا هيك. اوكي ماشي حالهم الخرابيش، ماشي حالهن نوعا ما. هون في اخرى. اوكي يعني هذا من خيالي كان يعني. كيوت. طيب اوبا، لا 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 انسوا هاي اصلا. هذه كنت، كان عندنا يعني المحاضرة بتدرس فينا وانا قاعدة برسم، كنت احاول اني ارسمها حقيقة كأنمي، ولكني لم افلح بتاتا بتاتا بتاتا، يعني لو شافتها راح يغمى عليها. في اخرى واحدة، هذه هاي برضو رسمتها في المحاضرات بس كانت تخزي للاسف. طبعا نقلت عنها، عن وضعية عفوا، او عن صورة، كنت أنقل عن صورة في هذا الرسم. أما بقية الرسومات كانت يعني من خيالي أو تبعت المعلمة. وهذا الدفتر، هذا الدفتر وأنا معلمة في السنة اللي مركت، كنت أرسم وأنا في المدرسة، فيعني هيك بحصص فراغات وهيك. وكنت أخذ معي علبة ستابلو، هاي اللي فيها تقريبا 24 قلم، 24 لون، 20 لون ناسي. وكنت ألون بألوانها بس بالحبر، يعني على طول أبدأ بالحبر وألون بالحبر. وصراحة جدا جدا فخورة في النتيجة اللي كنت أطلعها. أوكي هنا بالحبر العادي، يعني كلياتهن. أوكي هذا ما تشوفوا أحسن. المهم يعني كنن رسومات بالحبر وأخربش، وهذا كله يعني في المدرسة. ووقت المدرسة حتى كنت أرسم مثلا على أوراق وهيك خارجية، يعني مش بس على هذا. لحظة، يبدو ما في أشياء في هنا. واحدة هذه بتذكر كانت من خيالي، وعلى أساس إنه هاي وضعية إنه البنت قاعدة تتكلم بالتلفون، بس كثير إيدها طالعة لفوق حسيتها يعني.
يعني ما زبطت 100%، بس ماشي حالها. صحيح ماشي حالها نوعا ما. هذا هو. طيب نيجي للدفتر اللي بعده. هذا اشتريته مش زمان ورسمت فيه اتوقع رسمتين بس مش كاملات، او في واحدة كاملة اللي هي هذه. صراحة فخورة فيها، يعني كانت اعادة رسمي من رسوماتي وعرضتها في القناة. هذا يعني للأسف الشديد المفروض انه بوربون او بوربون من كونان، ولكني زهقت ما كملت، كنت بدي اجرب الفابر كاستل على هذا الاوراق، على هذا الورق يعني، وما حبيت ابدا ابدا ابدا. يعني هذا اغلبه في البريزما كلر، بس لو اني يعني كملت كان يعني بيطلع نتيجه. بس اوكي انت جرب. هذا كان تحدي في الشهرة. في الشهرة ما رسمت فيه كثير لانه بيحتاج تعب وانتو تحطوا باللون. الان خلينا نيجي على الفتافيت. كل فتافيت الرسومات. هذا اعلان لسكيتش اب كان، او رسمي للاعلان. هذه كانت ايضا تحدي، كانت بالبريزما كلر. هذه عرضتها ايضا في القناة اذا شفتوها. اوكي هذا كان يعني تجربة ايش انه يكون الانمي في الواقع، يعني اني اصوره بوضعية يكون يعني مثلا تلك من وراء صورة واقع او صورة يعني حقيقية، اني اصوره هيك بشكل معين ويكون مثلا انا كنت هون على السطح، صورت على السطح سطح دارنا يعني شكل هذا الشكل اللي هون الجدار وكذا، ورسمت بعدين المنظر هذا مع الولد وقصيت عشان اني يعني يكون مكمل للواقع. بس ما حسيت انه زبط يعني منيح. وقتها صورت على ستوري يوتيوب هي عشان الكورونا. هذه كانت بألوان فانكوخ، هذا بالماركر، وهذه عشان بنت هي عرضتها في القناة برضو بألوان فانكوخ. لوفي ليفاي قصدي، بس بزعلوا علي. المهم ليفاي عشان العيد، وهذه بألوان ستابلو. اعذروني اذا عرضت بعض الاشياء في يعني قبل. هذه اللي بعرفها يقول لي في التعليقات، مش انا اكيد، ولكن يوتيوبر يعني رسامي طلع وجهها، فاللي بعرف يكتب لي، مع انه مش شرط انها تكون يعني تشبهها على فكرة، بس كنت احاول اني ارسمها. وهاي بالبريزما كلر كنت مصورت له مقطع، ولكن شعرت بالاحباط بعرفش ليش، انه حسيت اني ما زبطته منيح، ما لونته منيح، ولهذا ما عرضت الفيديو. عذرا منكم، يعني بحبش اني اعرض اشياء اللي هي انا ما بكون راضي عنها، بس اظني عرضت لكم اياه. هذا باربون ولكن ماسك قطة بدل كلب لأنه عنده كلب. هاي التحدي التلوين باللون الأحمر، هاي رسمتها من زمان زمان بدرس كنت أعلم بنت. أوكي هذا يعني للأسف لما أتوقع بيعرفوا معاناتي اللي بيرسموا بقلم الرصاص، فإذا أنتوا ما حفظتوا الورقة بشكل مزبوط وحطتوها بين أغراض وكذا رح يمسح الرصاص والاشياء اللي انتم تعبتوا عليها والتضليل اللي انتم تعبتوا عليه. فديروا بالكم، حطوه بورق نايلون افضل، او نعملوا الجلد، تعملوا له جلد ثاني عشان يحفظ الرسمه من هاي الخربطات. اوكي هاي زمان كنت رسمت لها مقطع، او عفوا مصورت لها مقطع، اتوقع اني حذفته مش عارفه، اخذ من مساحه الحاسوب يوميها وما عرضته. كان المفروض اني اعرضه مع جولة في مكان كنت مصورته، ولكن ما عرضت الفيديو. يعني هاي زمان، او هاي زمان زمان زمان، هاي جزء بال 2016 اتذكر. او كاواي، هاي ايضا مدرس رسم كنت اعلم بنت. وهذا على الخشب عرضتها ايضا من القناة، طبعا رسم بالحرق مش بقلم او اقلام عادية، وانما اداة تحرق.
وتقريبا خلصنا هذه، سويت لها فيديو بس ما عرضته بهذا الشكل يعني، او ما عرضته بهذا الشكل النهائي. واخر اشي هذه بمناسبة انه قرب تخرجي، هيك رسمت شغلات على السريع. المفروض اني اعمل رسمة كاملة عشان التخرج تبعي يعني، لانه بدهم يخرجونا على الزوم يعني عن بعد، وهذا اشي غير مقبول بالنسبة لي، فلازم اشعر بنكهة التخرج. ولهذا راح ارسم ان شاء الله رسمة هيك بتعبر عن التخرج تبعي. وبس اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع وشفتوا هيك بعض الرسومات. صراحة مش كثير عرضت، ممكن نجزئ يعني، مش مشكلة. انه في بنت طلبت مني في التعليقات وقلت يلا ليش ما اعمل فيديو هيك جولة بين رسوماتي خفيف ولطيف عليكم ان شاء الله، ومستمرين بهذه السلسلة يعني ما تخافوا. واشوفكم بفيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامة.